مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا مشاهدي قناة ايجيبت وان. ازاي الصحة؟ حلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن الصحة، الاكل والعادات الغذائية الغلط اللي احنا بنمارسها. النهاردة بصراحة حابب اتكلم معاكم في مشكلة العصر او ازمة العصر زي بيقولوا، زواج وطلاق رجل وامرأة. قبل الطالب في المعلم، كلمة مكونة من 5 حروف، الاخلاق، اخلاقنا في بيوتنا. في النهاية محدش كسبان من ورا كل المشاكل ديت، ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله في برنامجكم نقطة من اول السطر.